الشكر لكم وجزاكم الله خير. أتكلم عن فضل كفالة اليتيم. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي أوصى بها الإسلام حث عليها ورتب على ذلك الثواب العظيم هي الوصية باليتيم. كفالة اليتيم من أعظم أبواب الخير التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. معنى كافل اليتيم أي هو القيم بأمره ومصالحه. قال النووي رحمه الله: كافل اليتيم هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية، وكافل اليتيم ينال فضلا عظيما وبركة وخيرا في الدنيا قبل الآخرة، وهو من أعمال البر التي يحبها الله ويرضاها. ولعظيم شأن هذا العمل الجليل رتب الله عليه أجورا وفضائل ينالها الكافر في الدنيا والآخرة، فمن أعظمها مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكفى بها شرفا وفخرا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. ثم قال الحافظ ابن حجر وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى. كذلك من الفضائل التي ينالها كافل اليتيم اكتساب الخلق الحسن، حيث أنها تربي في نفس المسلم حب الإحسان والرحمة التي تكون سببا في الألفة والتوادي بين أفراد المجتمع. ومن الفضائل أيضا أن مسح رأس اليتيم عطفا وحنوا عليه سببا لجلاء ومعالجة قسوة القلب. عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أخرجه أحمد. ومنه أيضا أن كفالة اليتيم سبب في تنمية المال وزكاته، والصدقة من الأعمال التي حث عليها الشارع الحكيم وجعلها سببا في البركة والزيادة. وإذا كان اليتيم من القرابة فتكون صدقة وصلة. وأخيرا من الفضائل أنها سبب في زوال الكرب وتفريج الهم، وقد دل على ذلك العديد من القصص الواقعية في المجتمع. فمن كفل اليتيم وجد بركة ذلك في حياته فضلا عن الأجور التي ينالها في الآخرة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله، والله درر منثورة وكلام مرتب. يعني مثل هذه المعاني الجليلة اللي تفضلت بها أختنا فجر في فضل كفالة اليتيم تبين أهمية يعني فضل هذه الكفالة، وأن الإنسان يحاول ويسعى جاهدا أن يضرب له في سهم في مثل هذا العطاء وهذا النور وهذا الخير، وسيجد الأثر تبدلا في الحال وتبدلا في الأحوال وصلاحا في النفس والأهل والذرية.